مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل اختبرت انك تسافر من دولة لدولة ماشيا على الأقدام؟ هذا ما سنسمعه في هذه القصة. دي قصة حياتي ضمنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضمنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني سلام وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني سلام وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق الخطابات أو التليفونات أو رسائل الاس ام اس، أو بيزوروا صفحة الفيسبوك بتاعت حياتك في قصة أو اليوتيوب أو السكايب، أو بيزوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com. بكل الطرق أحباء المشاهدين، هدفنا أن نسمع منكم. اكتب لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك علشان تكون واحدة من قصص برنامج حياتك في قصة. قصتنا النهاردة قصة صغيرة، واسم القصة صغيرة ومريرة، يعني هي قصة صغيرة واسمها قصة صغيرة ومريرة. قصتنا النهاردة مأخوذة من مجلة نحو الهدف لكاتب غالي علي، هو المهندس عصام خليل، وهو خادم رائع للشباب. كتب هذه القصة وأنا قريتها وتأثرت بيها وحبيت فكرتها، فاخترتها بنعمة الرب لتكون واحدة من قصص برنامج حياتك في قصة. قصة صغيرة ومريرة بتحكي عن مغامر، دي قصة حقيقية، قطع المسافة من نيويورك إلى سان فرانسيسكو. كل اللي بيعرف إن نيويورك في الشمال الشرقي للولايات المتحدة، وسان فرانسيسكو في الشمال الغربي فوق في كاليفورنيا، فوق لوس أنجلوس، شمال غرب الولايات المتحدة. يعني بالعربية بيقولوا يمكن تحتاج 7-8 أيام، أنا معرفش ماشي قاعد فيها كم شهر ما ذكرش. المهم طبعا هذا المغامر الوسائل الإعلام كلها تابعت الرحلة بتاعته، وبعد ما قدر يمشي المسافة مشيا على الأقدام من نيويورك للوس أنجلوس، سألوه إيه أصعب حاجة في الرحلة. طبعا أنا لما قريت القصة قلت 100% هيقول الشمس، او مثلا عند لما مشي اكيد راح حتت صحراء، امريكا فيها كل حاجه، فيها صحراء وفيها ميه وفيها مختلف المناخات، قلت ممكن يكون التعابين، بتطلع له تعابين او حيوانات مفترسه او حر شديد في صحراء او برد ثلج في بعض الاوقات، انه يحتاج وقت طويل مره ثلج ومره. تعرف قال ايه؟ قال اني اصعب ما كان في الرحله هو الرمال التي كانت تأتي على الحذاء بتاعي. طبعا أنا الأول قلت إيه الراجل ده، بعدين بدأت أفكر، بيقول لك إن الرمال اللي كانت تدخل في الحذاء بتاعته كانت تعمله التهابات وتخلي الرحلة صعبة جدا، وكانت هذه الرمال اللي في الحذاء بتاعه أصعب 100 مرة من كل ما واجهه من صعوبات. حبات رمل صغيرة لكن بتعمل له نوع من الضيق المستمر طوال الرحلة. هي صغيرة صغيرة لكنها مريرة أيضا. سأستكمل مع قصة صغيرة ومريرة بعد أن نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الجميل أردني الصوت الأصيل عيسى كعبر، والعزف البارع الماهر بيتر أنيس. معرفش بيطلعوا الحاجات دي إزاي، بس تعالوا نستمتع معا. اوعى تقلب يمين ولا شمال لأن في كلام هام جدا ليكي وليك وليا في قصة صغيرة ومريرة. اختبرتني إلهي وعرفت داخلي وجلوسي وقيامي وجميع سبلي، ولقد فهمت فكري
من بعيد يا حكيم وعرفت كل قلبي وطريقي يا علي ليس شيء عنك يخفى لا ولا أي كلام كل قول في لساني قد عرفت بالتمام أنت خلفي وأمامي أنت قد حاصرتني يدك العلياء فوقي وبها ضبطني اختبرني يا إلهي وامتحني يا خبير فحصان قلبي ولبي عارفان ما في الضمير إن رأيت في ميلا للطريق الباطل اهدنا اختبرتني إلهي وعرفت داخلي وجلوسي وقيامي هذه الترنيمة الرائعة رنمهالنا أخونا عيسى كعبر وعزف معانا أخونا بيتر أنيس مأخوذة من مزمور اختبرني مزمور 139 اللي فيه الآية الأشهر اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وانظر يا رب إن كان فيا طريق باطل اهدني طريق أبدي. قصتنا النهاردة بتحكي عن هذا الأمر، أمور صغيرة لكنها مريرة، صغيرة ومريرة. قصتنا النهاردة بتحكي عن هذا المغامر اللي مشي على أقدامه فعلا من نيويورك لسان فرانسيسكو، مشيا على الأقدام طبعا سنين. فلما وصل قالوا له إيه أصعب حاجة؟ فقال أصعب حاجة الرملة اللي كانت تدخل جوه الحذاء بتاعي، كانت تتعبني جدا جدا، ودي كانت أصعب حاجة في الرحلة. وفعلا دايما الحاجات الصغيرة اللي تبدو أنها ملهاش أهمية بتكون صعبة. مرات الحاجات الصغيرة تبقى مفيدة جدا محدش ياخد باله منها، حتى مكتوب الأعضاء الخفية فينا في جسمنا مرات صغيرة، لكن العين مثلا حاجة صغيرة بس مهمة جدا. وأيضا العكس، مرات حاجات صغيرة تبقى مدمرة، بكتيرياية واحدة ممكن تدمر الجسم، فيروس، خلية بعيد عنك سرطانية. فمرات تبقى في حاجات صغيرة يجب، في مثل زمان معلش يعني سامحوني إذا أنا أقول، يقول لك بسيطة ما تستبسطهاش، يعني هي بسيطة بس ما تستبسطهاش، صغيرة صغيرة لكنها مريرة. واحنا ماشيين مع ربنا من ساعة ما الرب اتقابل معانا وغيرنا، واحنا ماشيين في الطريق كمؤمنين حقين بالمسيح، في معطلات للرحلة، وأصعب حاجة الحاجات الصغيرة أو التي تبدو صغيرة. هو طبعا ما فيش صغائر وكبائر في كلمة الله، خطايا صغيرة وخطايا كبيرة، بس لما نتصور إنها صغيرة الصغيرة بتكبر. الكبيرة اللي هي يعني مثلا إيه، الزنا، القتل، الحاجات الشريرة تلاقي إنها كبيرة واضحة، لكن إبليس دايما يستخدم الصغير. هقول لك عن 7 حاجات صغيرة لكنها مريرة جدا ممكن تعطل حياتنا الروحية. أول
أول حاجة الخميرة، وكلنا يمكن حافظين الآية اللي بتقول خميرة صغيرة تخمر العجين كله. وما تزعلوش مني، أنا بكلم إخواتي المؤمنين الحقيقيين بالمسيح والدارسين لكلمة الله. بزعل لما بعض الناس يفسروا الخميرة بإنها حاجة وحشة، ولاقي البعض يعني هو وراح فسرها في موقف تاني إنها حاجة حلوة. طول الكتاب بعهديه من التكوين للرؤية الخميرة ترمز للشر، خميرة الشر والخبز. همر معاك بسرعة على قصة الخميرة دي. أول حاجة الخميرة صغيرة وخطيرة أو صغيرة ومرينة. واحد، الخميرة كانت ممنوعة لمدة 8 أيام دايما بعد عيد الفصح، فالخمير يرمز للشر وهي بتنفخ وطعمها وحش وبتنتشر. ففي عيد الفطير خروج 12 15 بيقول 8 أيام 7 أيام بالكامل ما تاكلش فطير. لكن كمان في تقدمات ممنوع عليها الخميرة، زي تقدمة قربان الدقيق اوعى تحط عليه خميرة. ليه؟ لان زي ما كلنا بنعرف ان دي تقدمة ترمز للمسيح الطاهر النقي. اذكر ذكرت يمكن في حلقة سابقة، اذكر 30-40 وجه شبه ما بين الدقيق والمسيح. فممنوع قربان الدقيق اوعى تحط عليه خميرة. فلوين 2. ثالث حاجة، شوف بقى الخميرة يسمح بيها، انا عارف انه يمكن صعب شوية بس في بعض الدارسين كلمة الله اللي يحبوا الكلام ده ويقدروا يفهموه. في ذبيحة اسمها ذبيحة السلامة، ودي اللي بيشارك فيها كل اعضاء الشعب. لما واحد ينجى من مشكلة يقدم ذبيحة شكر سلامة، يعني ذبيحة السلامة دي معناها حمد الله بالسلامة، فبيشكر ربنا. الذبيحة دي بالذات ياكلوا معاها حاجة مختمرة. هتقول طب ازاي؟ لاني بتحكي عن انا وانت البشر، فينا خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، بس حاجة اختمرت مختمرة ودخلت النار، يعني فينا جسد قابل إنه يعمل الخطية، لكن هذا الجسد القابل إنه يعمل خطية للأسف الشديد إنه قابل يعمل خطية لكن يحكم عليه. ثم في رغيفي اللي كانوا بيتقدموا في عيد الخمسين. في عيد الخمسين ولا يرمز لسكن الروح القدس، يجيبوا رغيفين فيهم خمير، خمير دخل النار، ويقدموا الرغيفين ده. تقول لي طب معناه ايه؟ معناها واضح ان اليهود والامم اشتركوا معا. ليس افس 2، ليس يهودي او اممي نقض حائط السياج المتوسط، وبقوا الاثنين كنيسه واحده لما حل الروح القدس بيت الكنيسه من اليهود ومن الامم. طب وليه برضو فيها الخمير؟ نفس الوضع. ثم في اختمار الشر في الدقيق، يقول الرب يسوع قال لهم مثلا يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكياس دقيق حتى اختمر الجميع. لما يجي شر، يعني انتوا عارفين ملكوت السماوات يعني مسيحين بالاسم ومسيحين حقيقيين، لما يجي شر زي الزوان والحنطة، هذه الخميرة، الخميرة حاجة سلبية بدأت تخمر، تعاليم سيئة، شرور ممكن تنتشر. آدي القصة، ولكن ليس هذا يتكلم عن حاجة إيجابية عمل الله. ثم في خمير الفريسيين والصديقيين والهيرودسيين، في يمكن 10 آيات مثلا رب يقول إيه؟ انظروا تحرزوا من خمير الفريسيين والصديقيين. كيف لا تفهمون أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصديقيين؟ حينئذ في متى 16 فهموا أن لا يتحذروا من خمير الخبز بل من تعاليم الفريسيين. وأختم كلامي بالنسبة للخميرة في حاجتين، في خميرة اسمها خميرة سلوك، وفي خميرة اسمها خميرة تعليم. مثلا في كورنثوس الأولى 5 كان في حد ماشي مش كويس بيعمل غلط مع مرات أبوه، فبيقول لهم كده: ألستم تعلمون إن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا. إذن لنعيد، ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق. إيه يعني خميرة السلوك؟ نحن نعيش في أيام سودة، ما تزعلش مني، نحن نعيش في آخر الأيام زي ما الرب قال في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة. أنا أقول في حاجة، أبويا وأمي وجدودي يمكن قالوا ده غلط روحيا، غلط يا ابني،
منظر معين، لبس معين، مشاهدة حاجات معينة. يجي بقى الاقي اخ مهم في الكنيسة وبيعمل حكاية دي، بيرنم بالطريقة دي، بيقول بالطريقة دي، يا عم ازاي يا عم ازاي، ده في آية بتقول عكس كده، معلش بس الاخ فلان بيعمل كده، ادي خميرة. فبعدين الشباب يقلدوه او الشباب يقلدوها، بتلبس بطريقة معينة بتاع، مع انه مش محتشمة، معلش مش محتشم، دول اولد فاشن محتشم وانا مش محتشم. سيبك من التعقيد ده، إيه ربنا رب قلوب يا عم، رب قلوب ازاي بس، ده وضع مش كويس، الكنيسه ده مش شكل الكنيسه، لا لا مش مهم. طب والعلاقات بوي فريند وجير فريند؟ لا ايوه احنا زمان كنا متخلفين، الواد ما يسلمش على البنت، دلوقتي لازم يقعدوا مع بعض ويعاشروا بعض وبعدين يمكن يتجوزوا. يا حبيبي دي خميره، وتلاقيها انتشرت جدا جدا، وتلاقي الولاد في البنات واللبس والشكل والبتاع والدنيا خلاص اتخمرت. خليك بتقول لربنا انا مش بفكر ليه فلانه بتعمل كده او ليه فلان بيعمل كده، انا بخاف من الحذاء، من الرمل اللي في الحذاء، وانا بخاف من الخميره. ثم خميره التعليم في غلاطي يقول لهم كيف تسعون، كنتم تسعون حيا، من صدكم عن هذا الأمر؟ خميرة صغيرة تخمر العجين كله. كلنا عارفين التعليم السيء بتاع غلاطي، أنهم يرجعوا لمبدأ الناموس مرة أخرى، وأمور الناموس يختتنوا من تاني ويقدموا ذبائح من تاني، خمير تعليم. فأول حاجة صغيرة ومريرة هو الخميرة. أصلي أني كل يوم، هقول لك حاجة بس ما تضحكش مني، بنقول كده للأطفال والشباب، جدتي علمتني حاجة هينة، اغسل الاطباق وهي لينه. تقول لي ايه الكلام الغريب ده؟ ايوه، جدتي علمتني حاجه هينه، اغسل الاطباق وهي لينه. يعني لما انت تاكل فول، انا بحب الفول جدا، مش موضوعنا دلوقتي، لما اكل فول لو سبته يومين 100 سلك الومنيوم وبرسيل واريال مفيش، لكن لو غسلته على طول. فكل يوم قول له يا رب اختبرني زي ما سمعنا في الترنيمه. الخميره. تاني حاجه الثعالب. ثعالب صغيرة، خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، نشيد 2. والثعالب ترمز للأعداء اللي بتيجي تدخل رغم أنها صغيرة. حاجة التالتة جهالة صغيرة. الذباب الميت صورة لكل نجاسة. الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار، جامع 10. حاجة الرابعة النفس الصغيرة، لم يسمعوا لموسى من العبودية وصغر النفس. صغر النفس مش الاتضاع، لكن تقول بس انا ما اقدرش. طب ايوه انت ما تقدرش، بس ربنا يقدر. لا ربنا يقدر، ربنا في حاله، بس انا مش هيقدر يعمل بي انا. ازاي نفس الصغيره دي على فكره مصيبه، زي الحذاء في زي الرمال في الحذاء. ثم نقد وصيه صغيره، يقول من نقد احد هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت الله. عدو صغير لسان في يعقوب 3. كسل ونوم قليل وصغير، شوية كسل على كسل يجي الفقر بعيد عنك. دول 7 حاجات صغيرة لكنها مريرة جدا، صغيرة ومريرة، الخميرة واللسان العضو الصغير والذباب الميت والثعالب الصغيرة. عزيزي المشاهد، هل تيجي أنا وإنت في نهاية هذه الحلقة قل له بإخلاص يا رب احرق كل خميرة جوايا، أنا عايز أعيش لك أمين في الفترة الأخيرة. مش هم الناس يقول مش عايز أقلد حد، يا رب أنا بخاف من انتشار الخميرة، يا رب أحكم، أنا بحكم على نفسي، لأنه إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يا رب أنا بجيلك وبقول لك تعالى نقيني من كل خميرة عتيقة، أتركك في شركة وفي فطير عظيم وفي فطير طاهر نقي مع المسيح. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. احنا ماشيين في الطريق كمؤمنين حقين بالمسيح، في معطلات للرحلة، وأصعب حاجة الحاجات الصغيرة، لكن إبليس دايما يستخدم الصغير. يا عم ازاي، ده في آية بتقول عكس كده، معلش بس الأخ فلان بيعمل كده، أدي خميرة. فبعدين الشباب يقلدوه، معلش مش محتشم، دول اولد فاشن محتشم وانا مش محتشم. سيبك من التعقيد ده، إيه ربنا رب قلوب. يا حبيبي دي خميره، قول له باخلاص يا رب احرق كل خميره جوايا، انا عايز اعيش لك امين في الفتره الاخيره. اختبرتني الهي
وعرفت داخلي وجلوسي وقيامي وجميع سبلي.